بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. إذا الآن مع التمرين رقم 22، وهذا التمرين مقترح من طرف أحد زوار موقع رياضة كل المستويات. إذا السؤال الأول هو أحسب التكامل وما عطانيش ليبورن وغنعتبروا ليبورن هما أ بي بصفة عامة. السؤال الثاني حدد الدالة الأصلية للدالة على إكس. دونك الأمور بسيطة جدا، نبداو بالحالة الأولى. ألور تكامل من أ البي نتاع زوج اكس زائد واحد على اكس اس 2 زائد اكس زائد واحد دي اكس كيساوي تكامل من ا لبي. الور الى درنا اشتقاق نتاع اكس اس 2 زائد اكس زائد واحد عطانا هذه اللي الفوق، ها نتاع اشتقاق تاع اكس اس 2 شنو هو؟ اشتقاق تاع اكس اس 2 هو جوج اكس، اشتقاق تاع اكس هو واحد، اشتقاق تاع واحد هو صفر. يعني هذه اللي الفوق نقدر نعوضها باش اكس اس 2 زائد اكس زائد واحد فتحة على اكس اس 2 زائد اكس زائد واحد دي اكس تساوي شنو هي الاصلية نتاع اي فتحة على اي؟ هي الان القيمة المطلقة نتاع اي اكس اس 2 زائد اكس زائد واحد. مهم هاد لي بورن ا و بي عندهم شروط، خصما تكونش يعني مهم اكس صفر ما خصهاش تكون صفر، متفقين؟ ما غنديرو مثلا من واحد لو هو ما عطانيش لي بورن، لان هذا اللي طرح التمرين خصو يوضح لي بورن. اولا بصفه عامه الا بغى الداله الاصليه، الا بغى الداله الاصليه ما كيديرش لي بورن، كيخلي بحال هكا. دونك الداله الاصليه نتاع الداله الاصليه نتاع جوج اكس زائد واحد على اكس 2 زائد اكس زائد واحد هي هذه. الا ما بغيتش يعني تحسب تكامل بغيت غير تعرف غير الداله الاصليه، دونك هذه هي الداله الاصليه هذه صحيح. واللي بغيت تحسب تكامل مثلا يقول لك من واحد لأ مثلا، ان من لان الا خلينا او بي بصفه عامه راه غادي نقدر نخلقوا مشكل، لان مثلا لو كان يكون عندنا مثلا شي عدد اللي يكون اللوغاريتم تاعو يكون يساوي صفر، يعني مثلا شي عدد يكون يساوي صفر مثلا فوقاش كتنعدم هذه الداله هذه ما عرفت نقلبوا عليها واحد ناقص هادي ما كتنعدمش نهائيا، يعني هنا في هذه الحاله دائما ممكن هذا الشيء هذا دائما، لان هذه الداله هذه اللي داخل لا تنعدم ابدا واشارتها دائما مجابه، يعني هنا ماشي مشكل. واخا نديرو ا بي حنا معليش نديرو واحد بدينا فيها نكملوا عليها، هنا نديرو ا واحد او لا اللي بغيت، المهم هو ما عطانيش لي بورن معليش نخدمو واخا ما عطانيش لي بورن. الان نعوضو بالاو او سي 2 زائد او زائد واحد، يعني الان او سي 2 زائد او زائد واحد ناقص ألان نعوضه بالواحد، واحد زائد واحد زائد واحد يعني ألان ثلاثة صافي. وحسب عوض حسب وتلقاها صاي. بالنسبة للدالة الأصلية نتاع ألان إكس كيفاش كنحدد الدالة الأصلية نتاع واحد الدالة؟ باستعمال التكامل، باستعمال درس التكامل. ألور كنحسبو التكامل بلا ما كنديرو لي بورن نتاع ألان إكس دي إكس، خصني نقلب على الأصلية كما درنا قبيلات بلا ما كنكتبو لي بورن بلا ما نديرو لي بورن. الور نضع دونك هنا ديريكتوم الاصليه نتاع الان ما معروفاش، لو كانت معروفه سهله بلا ما يسولني. نضع اي تساوي الان اكس وفي فتحه تساوي واحد. الاشتقاق نتاع الان اكس معروف، اي فتحه هو واحد على اكس، وفي الاصليه نتاع واحد هي اكس. اذا التكامل نتاع الان اكس دي اكس كتساوي اي في في، يعني هنا شنو عندي؟ عندي واحد في الان، متفقين؟ واحد في الان اكس هي الان اكس، وواحد شنو هي؟ المهم انت نوضح كاع بزاف، نوضح لواحد الدرجه قصوى، انت خلي ما راك عارف تزفتها. الور هذه هي التكامل نتاع واحد في الان اكس دي اكس، وهذه شنو هي؟ الواحد هو في فتحة، يعني إيه التكامل تاع دونك الواحد هو في فتحة، هذا في فتحة، والآلان إكس هي إي. إذا التكامل تاع في فتحة إي هو إي في، يعني إكس آلان إكس ناقص تكامل نتاع دابا شنو عندي؟ في فتحة إي، هي في فتحة إي. إذا غنديرو اي فتحة في، يعني اكس في واحد على اكس،
إذن إكس ألان إكس ناقص شنو هي؟ نختزل إكس مع إكس تبقى لنا تكامل نتاع واحد دي إكس. إذن تبقى لنا إكس ألان إكس ناقص أصلية نتاع واحد هي إكس. إذن تساوي إكس ألان إكس ناقص إكس، ومنه فإن الدالة الأصلية لألان إكس هي الدالة إكس إكس ألان إكس ناقص إكس زائد سي، سي تنتمي لآر. هاد حقيقة، ولا بغيت تأكدها أنت غنديرو الاشتقاق نتاع إكس ألان إكس ناقص إكس. دونك هي الاشتقاق تاع إكس ألان إكس ناقص الاشتقاق تاع إكس، إذن تساوي هنا عندي إف في، يعني إكس فتحة ألان إكس، إكس فتحة ألان إكس زائد إكس في ألان إكس فتحة ناقص الاشتقاق تاع إكس هو واحد، تساوي إكس فتحة هو واحد، يعني تبقى لنا ألان إكس الاشتقاق تاع ألان إكس هو واحد على إكس في إكس تبقى لنا واحد، إذن تساوي صحيح؟ يعني الأصلية نتاع الألان هي هذه، صحيح؟ إذن سالينا التمرين والله يوفقك.